باش نهزوكم ونمشيو نغوصوا للغريقه شويه. اسم ممكن فينا اللي يعرفه وفينا اللي ما يعرفوش. اسم اليوم اختارت طريق صعيب وواعر، طريق اللي غلطت فيه تساوي الموت. نحكي على اول رايسه بحاره في تونس، هي سعيده جليلي، اول امراه تونسيه تخدم بحاره، رمز للكفاح والعزيمه. سعيده جليلي قالت ما فماش صعيبة على المرأة وقاومت البحر، وخزيدة فهمت غشه وفهمت غدره وفهمت صفاه. سعيدة اليوم اختارت انها تعوض رجلها في مرضته اللي ما نجمش يخرج. سيدة البحار كانت رايسة، وزيدة اختارت انها تكمل دراستها في محو الأمية وقتها. للا البيا أصيلة قرية العطاية بمدينة قرقنة، تولدت عام 1934 وفرقتنا عام 2014. سعيدة جليلي فرقتنا صحيح، ولكن ذكرها باش نقعدوا نحكيوا عليها على مدى سنيننا. يلا باش نسمعوكم اكيد اغنيه، باش نرجع شويه للجزيره ونرجع شويه اكيد للذكرى بتاعها، بحكم هي كانت ديما متشبثه بالعادات والتقاليد للجزيره، كانت ديما تلبس اللباس الخاص واللباس التقليدي كما قاعدين تشاهدوا في الصوره. من بعد شويه احنا مازلنا باش نواصلوا نحكيوا على موندو والمراه، باش نحكيوا شويه على الاسعار من بعد شويه مع عم لطفي. خليكم في الاستماع، الاغنيه هذه نهديوها لاهالي قرقنا الكل.